طيب سؤال الهند، بغير على مروان لما بشوفه مع بنات ولا مع مامته ولا بيعمل تشات في التليفون ولا بيقرا رسائل المعجبين؟ خد بالك من الحته دي يا معلم. اخر واحده. اخر واحده بتاعت المعجبين دي. ها هو ده كازاخستان والحاجات دي. ها لا لا لا، كان في برنسس ايه، كان في برنسس حاجه كده، وهو كان في تصوير في مره. اوبا يا سكرين شوت بقى، وايه ده حفله وبتقول وإيه لك اليوم الحلو ده. عملتي له ايفنت يعني لما روحت؟ طبعا. لا لا لا، استنى اما يروح ازاي. ايه اللي حصل علي بقى؟ تكي 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 وسكرين شوتس بقى وسهم جاي كده و ومعلمالي على طبعا. طب ليه ومين وازاي؟ أيوه. صح وغلط بقى وحاجات كده. لا والاسم بقى خد يعني، الاسم نفسه قعدت اقول له بص بقى انت برنسس مش عارف طب ايه. طب وفي الاخر دفع عن نفسه ازاي واقتنعتي ازاي وصفحتي عنه ازاي؟ قال لي ما اعرفش يا حبيبتي. طب ما كل فنان له معجبين يا هانم. ايوه اه طبعا، دي وراها غل وجزه كده خالص. والله العظيم خالص، انا يهمني تصرفه هو، ما يهمنيش الناس بتعمل ايه. طب اشمعنى البرنسس دي اللي قفشت عليها؟ بس هو الاسم كان بلدي. كان بلدي. والكلام بقى كان ايه، تحس ان هي ايه كده في اريحيه جدا بقى. قلت الشك لما بيلعب هند مش سهله. ايوه طيب